السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعه جديده من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده هو جوكر فوليا 2 احداث فيلم جوكر فوليا 2 بتركز على المرحله التاليه في رحله ارثر فلاك بعد الاحداث اللي تابعناها في فيلم جوكر اللي صدر سنه 2019 فلاك دلوقتي بينتظر المحاكمه بسبب الجرائم اللي ارتكبها وهو الان محتجز في سجن ومستشفى اركم وبسبب العزله والادويه اللي بيجبر على تعاطيها بنشوف قد ايه هو اصبح خاوي من الحياه سواء على المستوى فسيولوجي او على المستوى النفسي، لحد ما في يوم من الايام بيقابل هارلين كوينزل اللي بتعبر عن اعجابها الشديد بيه وبما يمثله، ومن خلال علاقته بيها فلاك اخيرا بيلاقي الحب والخيال والموسيقى، فيترى ايه اللي هيحصل. جوكر فوليا دو بيتخطى مرحله الفيلم اللي ملوش لازمه وبيصل لمرحله الفيلم المؤذي، مؤذي لتصنيفاته، مؤذي لبطله، مؤذي لإرث الفيلم الأول ومؤذي لقاعدته الجماهيرية، بالنسبة للتصنيفات وعلى الرغم من إن الفيلم يبدو محدود جدا أثناء تجربة المشاهدة ولكنه غني جدا على مستوى النوعية، هو فيلم كوميك بوك وفيلم غناء استعراضي وفيلم دراما محاكم وفيلم دراما سجون وقصة حب، ومن الصعب عليا جدا إني أحدد هو وصل لأقصى درجات السوء في أنهي تصنيف فيهم بالضبط، دي أكتر حاجة مؤلمة بالنسبة لي وده كلام طالع من واحد ما بيحسبش نفسه من القاعده الجماهيريه الكبيره الوفيه للفيلم الاول، حقيقي ما قدرناش نتقن الدنيا في تصنيف واحد كفيلم كوميك بوك هو اصلا ما يعتبرش فيلم كوميك بوك ولا عمره كان، الفيلم الاول كان محرر نفسه تماما من قيود الخطوط بتاعه الشخصيات في الكوميك بوكس، اذا فالسماء هي الحدود. الفيلم ده حسيت زي ما يكون مقيد باغلال من صنعه. في ايه في الدنيا ممكن يكون اكبر السيناريو على انه يبقى على هذه الدرجه من الخمول كفيلم غنائي واستعراضي وده كلام طالع من واحد ما بيعتبرش نفسه من القاعده الجماهيريه للافلام الغنائيه الاستعراضيه هو أصلا ما يعتبرش فيلم غنائي واستعراضي، أغلب الأغاني اللي اتغنت فيه مش أصلية، وتصميمات الاستعراضات اللي بتتقدم في الهلاوس بتاعت بطلي الفيلم محدودة جدا، الفيلم ده يا جماعة اتكلف 190 مليون دولار، وأنا ما شفتش ولا حتى نص المبلغ ده على الشاشة، بالنسبة لي أنا في فقرة راقصة واحدة في الفيلم حلوة، وده بفضل الأداء الحركي لخواكين فينيكس فقط. كدراما محاكم الفيلم بناؤه مسطح إلى أقصى درجة وما فيهوش أي تقلبات. في مشهد شهاده واستجواب واحد بس اللي حقيقي حلو وده برضه بفضل اداء الاثنين ممثلين اللي فيه كدراما سجون مربك جدا ومفيهوش اي اثر لتصاعد منطقي وده بسبب الطباع المتناقضه لشخصيه الحارس اللي جسدها بريندان جليسن واظن مفيش داعي نتكلم على الجانب الرومانسي لاني اعتقد ان حضراتكم رفعتوا حاجب انشيلوتي لما قلت كلمه قصه حب من شويه الاستقبال الجماهيري السلبي والغاضب للفيلم في تقدير الشخصي مبرر جدا المره دي بس أنا اعتقد ان دي واحدة من اعنف مرات انقلاب الرأي من قاعدة جماهيرية الفيلم بسبب جزء التاني وما تفهمونيش غلط انا فاهم قد ايه فكرة الجزء التاني دي عملية صعبة جدا ومش هيكون اول ولا اخر جزء تاني يخيش في التاريخ بس هي الفكرة زي ما قلت من شوية فقد ايه الجزء ده حقيقي مؤذي مؤذي لدرجة اني ما اظنش ان احنا هنتفرج على الجزء الاول من هنا ورايح من غير ما نشعر بشوية مرارة بسبب معرفتنا للي حصل في الجزء التاني الصراحة انا مش هتفاجئ لو الفيلم ده ألقى بظلاله السلبية على تفكير أي صانع أفلام بيفكر يقدم شخصية الجوكر في أي مشروع مستقبلي أنا عمال أقلب الفيلم في دماغي عشان ألاقي له زاوية أبصله منها بحيث له معنى ومش عارف. أقرب حاجة وصلت لها في مخي إنهم كانوا بيحاولوا يعملوا فيلم فني بميزانية 190 مليون دولار، خلونا فاكرين دا الموضوع ده كويس، عشان يستثمروا نجاح الجزء الأول. وبعدين التفكير الفني المطرقع ده قادهم لسؤال فني مطرقع برضه عن قد إيه الجزء الأول ده كان ناجح. هل كان ناجح لدرجه انه يقدر يشيل فيلم وحش ودي النقطه اللي ابتدوا يفكروا فيها هم ازاي يقدروا يعملوا اوحش جزء تاني للفيلم ده واعتقد انهم نجحوا تماما لا الفيلم وحش بجد يا جماعه وحش لدرجه ان انا في كل مره كنت بحاول امسك طرف خيط لحاجه ممكن تعجبني في النهايه كان الفيلم بيقصها في ساعتها كانت تجربه مشاهده ممله ومؤلمه وبلا معنى حتى الحاجات القليله الحلوه اللي فيه انا اختبرتها بالفعل سنة 2019 واحلى احلى حاجه في الفيلم ده بكل تاكيد هي اداء خواكين فينيكس اللي في اغلب الوقت تم اهداره في محاوله استعراض اللي احنا عارفينه بالفعل عن قدراته وعن الشخصيه من الفيلم الاول ولكن كل شويه كده برضه كان بيلمع في لحظات عبقريه اعتقد انها ممكن تبقى طوق الانقاذ للفيلم مش طوق انقاذ يخلي الفيلم حلو ولا يخليه مقبول حتى ولكن يمكن بعد أسابيع أو شهور يخليني أعوز أشوفه كمان مرة. أفضل شخصية في الفيلم في تقديري الشخصي هي هارلين كوانزل شخصية ليها شوية معنى ليها هدف واضح وتحولاتها فيها شويه منطق، واه بالمقارنه مع تصميم باقي شخصيات الفيلم ده ممكن يتبروز كانجاز. القدرات الغنائيه والاستعراضيه لليدي جاجا مهدره بالكامل في الحجز الانفرادي المسمى بالفقرات الاستعراضيه اللي قدمها الفيلم، بس بشكل عام الدور ده كان ممكن يبقى خطوه ايجابيه لليدي جاجا في عالم السينما لو بس كان موجود في فيلم مش فوضوي للدرجه دي. مش قادر احسب نفسي من المحبين لاي انجازات بصريه موجوده في الفيلم فيلم ومش من الكارهين كذلك. في تسلسل مفاجئ وصادم في الفصل الأخير بكل تأكيد فوق الرائع وأعتقد إنه هو شهادة النجاح. للتصوير في الفيلم، وحتى ده أتوقع إنه هيتحول لتجربة مؤلمة بسبب الطريقة الفقيرة اللي السيناريو اتعامل بيها مع تبعاته. مؤخرا بقيت بحاول أتجنب إني أسمي أشخاص بعينهم وأنا بتكلم عن أي دور في أي فيلم. وأنا بتكلم عن أي فيلم ممكن أتكلم عن الإخراج، التصوير، المونتاج، الموسيقى، ولكن ما بسميش الناس اللي قامت بالأدوار دي، لأن مؤخرا بقى صعب قوي نعرف مين كان مسؤول عن إيه بالتحديد، ولكن في الحالة دي اصابع الاتهام كلها بتشير لمخرج الفيلم فليبس. لانه على ما يبدو كان بيتمتع بحريه كامله في المشروع ده واللي يبدو انه مصمم يمشي على نفس الخطى المترنحه لرفيقه المخرج ادم ماكي مخرج اشتهر بالافلام الكوميديه شديده النجاح اللي عملها بيجد نجاح مضاعف في اول تجربه ليه مع فيلم جاد وبيصدق نفسه اكتر من اللازم فبيشعر جمهوره بالغربه عنه اتمنى ان الاثنين يجدوا طريق العوده بسرعه للي نجح تجاربهم الجاده الاولى او حتى اللي نجح تجاربهم الكوميديه وعلى فكرة النجاح في ده ما كانش شيء هين لاني ببساطة من المقتنعين بان الفيلم الافضل اللي اخرجه توت فيليبس هو ده هانجوفر انا شفت فيلم جوكر فوليا دو من خمس ايام ودي من اطول الفترات اللي سبت فيها فيلم يختمر في ذهني على امل اني اقدر اشوف اللي ما شفتوش فيه وانا بتفرج عليه كنت بحاول ادور على الزتونة ادور على الغرض أدور على حاجة تخليني أقول عليه فيلم حلو حتى لو فضلت أقول إنه ما عجبنيش. ألاقي حاجة تخليني أديله تقييم إيجابي لأني مش قادر أصدق إني ممكن أدي فيلم زي ده تقييم سلبي مهما كانت كمية المشاكل اللي فيه، أنا عجبني مشهد درامي واحد بحوار واحد، عجبني تسلسل أكشن واحد في إخراج وتصوير ومنظور من أعظم ما يمكن، وعجبتني أغنية واحدة لأن في ممثل شاطر رقص ومثل بشطارة فيها وخلاص على كده، تقييمي لفيلم جو فوليا دو هو أربعة من عشرة وزي أرثر فليك في الفيلم ده أنا حاليا بهلوس بعالم الفيلم ده ما تعملش فيه مناقشة الحلقة ما هو أكتر جزء تاني أندر ريتد في التاريخ يعني استقباله وقت ما تعرض كان سلبي ولكن الزمن أنصفه ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول تابعوني على فيسبوك وتيك توك وإنستجرام وأكس وباي باي